السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في قناة شيف ليلى جاستخونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بأحسن صحة وعافية. اليوم غادي نحضروا مع بعض واحد الإبلي اللي كيكون مرافق للمشويات، ممكن نرافقه مع دجاج، مع طبق ديال السمك، أي كان وجدنا فهذا تيكون إبلي مالح. فلكن أول مرة كتزوروا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب، وكذلك بتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. فبسم الله على بركة الله نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. اذا بالنسبه لهذه السلطه فغادي نحتاجوا على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الابلي اللي هو هذا ديال القمح. بالنسبه للتعليمات راه هما كيكونوا مكتوبين هنايا شحال ممكن نستعملوا ديال الابلي والمقابل ديالها شحال غادي نستعملوا ديال الماء. فبالنسبه لهذه الكميه اللي عندي 250 غرام ديال الابلي، فغادي نستعملوا 40 سنتيلتر ديال الماء اولا 400 مليلتر ديال الماء. فانا عندي هنايا 250 غرام ديال الابلي، عندي بصله صغيره قطعتها اولا مشلضه رقيق انا طحنتها في الميكسور، فعندي هنايا مطحونه مع جوج فصوص ديال الثوم. عندي هنايا الكميه ديال الماء كيف قلت لكم 400 مليلتر ديال الماء. ضفت معاه دامه صغيره، دامه ديال البنه كتكون ديال السمك، انا اختاريت ندير ديال السمك. ممكن نضيفو الا كنا مثلا غادي نستعملوا هذه السلطه مع طبق ديال اللحم فممكن نوضعوا هذا ضامد البنه ديال اللحم، ممكن نستعملوا كذلك ضامد البنه ديال الدجاج الا كنا غادي نرافقوه مثلا مع اطباق اولا قطبان ديال الدجاج مشويين فممكن نستعملوا ضامد البنه ديال الدجاج. فانا اليوم غادي نستعملوا مع طاوه ديال السمك، فداك الشيء علاش اختاريت انني ندير ضامد البنه ديال السمك. عندي هنايا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال الزبده، الزبده ديال الاكل كتعطي واحد المذاق رائع، من جد رائع رائع جدا، ضروري ما نجربوا الزبده مع الزيت. عندي هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس، الملحه حسب الذوق، يعني لانه ديجا مستعملين الضامه ديال البنه فنحاولوا اننا ما نستعملوش الملحه بزاف حتى كنذوقوا، الا كنا محتاجين فممكن نضيفوا. عندي شويه ديال توابل السمك، عندي شويه ديال البصل المجفف، قليل من الثوم المجفف، شويه ديال سكينجبير راس المعلقه فقط ما نديروش بزاف، شويه ديال الخرقوم البلدي والقليل من الابزار. هذا هما المكونات وندوزوا لطريقه التحضير. اذا في طنجره الضغط او لا اي حاجه كنطيبوا فيها سواء غنيله او اللي كان عندنا، غادي نضيفوا الزيت والزبده، نحاولوا اننا ندوبوهم مع بعضهم شويه، وغنضيفوا البصله والثومه، نخليوها حتى كتشحر مزيان. يعني كتبان لينا هذيك البصله باش ما كتبقاش باينه في السلطه ديالنا. هنا غنخليوها تشحر واحد شويه، فمن بعد ما كتشحر لينا هذيك البصله غادي نضيفوا لها الان ابلي، وكذلك قزبر المعدنوس، نشحرهم حتى هما مع بعضهم. هذه السلطه راه كتجي رائعه وسريعه التحضير، يعني هكا في الاشياء اللي ممكن نحضرهم حتى الاخر. غادي نضيف الملحه، اذا من بعد ما كيتشحر لينا داك ابلي مع البصله والثومه والكزبر غادي نضيفو كميه ديال الماء، فوالا، وغنضيفو كذلك التوابل اللي ذكرنا من قبل، وغنضيفو جوج ديال اوراق سيدنا موسى اولا وحده حسب الرغبه، انا ما ذكرتهاش لكم من قبل. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات وغادي نسدو عليه الكوكوط تقريبا مده ديال 8 دقائق فقط كيكون واجد، لانه سريع سريع جدا كيطيب في ساعة. فغادي نسد عليه الكوكوط 8 ديال الدقائق وغادي نحل ونشوفوا بالشكل النهائي ديالو كيفاش غادي يجينا. كاضافه فممكن نضيفوا مثلا فلفله مقطعه الوان، ممكن نضيفوه معاها،
ممكن نضيفو كذلك شامبينيو كنشحرو في الاول مع البصله كذلك نقدروا نضيفو. فانا اليوم اختاريت انني نديرو هكذا كيف ما هو بوحديتو، وانتم كيبقى لكم الاختيار. فنتلاقاو من بعد 8 دقائق باش نشوفو الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال طبق ابلي اللي حضرنا مع بعض. كيف كتشوفوا راه سهل جدا في التحضير. كنتمنى انكم تجربوا، والى عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وتبارطاجيوه ما بين الاهل الاصدقاء ديالكم. كذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، كذلك بتفعيل الجرس لتكون جنب الاشتراك كلمه الاشتراك. فخليت لكم الراحه، والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.